الخبر التاني بقى. نروح لخبر تاني بيهم كل أبنائنا الحاصلين على دبلومات فنية وعندهم رغبة يكملوا تعليم جامعي. مكتب التنسيق قرر أنه هيفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارا من بكرة، وده هيفضل لغاية 10 أيام. كمان خصص مجموعة من الشروط الخاصة بالتقديم، ومنها أن الطالب الحاصل على دبلوم 3 سنين أو 5 سنين لازم يكون مجموعه 60% على الأقل. أما الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعب التمريض التابع للجامعات ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابع لوزارة الصحة لازم يكون المجموع 75% أو أكثر. طبعا الطلاب يقدروا يقدموا من الموقع الإلكتروني للتنسيق، واللي مش هيعرف يقدر يروح أي معامل حاسب الآلي في الجامعات وهم هيساعدوه هناك في التقديم واختيار الرغبات اللي بتناسب المجموع. انا عاجبني قوي فكره الاهتمام بال يعني الدبلوم الفني الالكتروني من خلال الدبلوم وخلال شعب التمريض. اهتمام الدوله بالتمريض النهارده بقى عالي جدا جدا جدا، واحنا قعدنا سنين كتير نعاني نقول احنا بنطلع نتعالج بره علشان التمريض. لا، ما شاء الله عندنا دلوقتي التمريض يعني بقى اكتر من رائع. صحيح. وبيدرسوا طول الوقت وبيعملوا دبلومات وبيعملوا دراسات عشان يطوروا التمريض. دي حاجه كويسه قوي، ونتمنى لطلابنا التوفيق. التمريض اهم حاجه، يعني دايما احنا عندنا طبعا دكاتره شاطرين جدا، ولكن التمريض بقى الحقيقه فوق الممتاز. يعني معاهد التمريض ساعدت على ان يبقى فيه ممرضين على كفاءه عاليه جدا جدا، وده يعني تقريبا يعني الشفاء بيكتمل طبعا بعد ربنا والدكاتره المتخصصين على التمريض. صحيح، الشفاء من عند الله، لكن التمريض مهم جدا. ممكن حقنا غلط حاجه. صحيح. غلط. لا، دلوقتي بقى فيه اهتمام من الدوله بشكل كبير، واولادنا بقى عندهم وعي واقبال على دراسه التمريض لانها. صحيح. مهمه جدا. ايمانا مننا دول ملائكه الرحمه فعلا، اللي هم طول الوقت يعني ممكن يسيبوا بيوتهم بيقعدوا في المستشفى اكتر ما بيقعدوا في بيوتهم، فبنحييهم طبعا كلهم، ونتمنى لاولادنا ان شاء الله يقبلوا على يعني المراحل دي والشعبات دي لانها مهمه جدا جدا.